او الدوله بتعمل قرار جديد بتقول لك في القرار ده انه ما يخصم 1% من مرتبات الموظفين لمده عام لموجه كورونا. القرار اهو اهو بشأن المساهمه في تمويل بعض الاثار الناتجه عن التداعيات الاقتصاديه لموجه كورونا بعد الاطلاع على كذا وعلى كذا لمواجهه كورونا المستجد، ويقصد بالعاملين بالدوله في تطبيق احكام هذا القانون العاملون بالجهاز الاداري للدوله او بوحدات الاداره المحليه او بالهيئات العامه الخدميه او بالجهات والاجهزه والهيئات التي لها موازنات مستقله او بغيرها من الجهات والاجهزه التي تشملها الموازنه العامه للدوله، والعاملون بالهيئات العامه الاقتصاديه او بشركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال او بالشركات التي تمتلك فيها الدوله ما لا يقل عن 51% من راس مالها، وكذلك العاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين ولوائح خاصه او ذوي المناصب العامه او الربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغل لوظيفه دائمه او مؤقته او مستشار او خبير او باي صفه. معلش بس قبل الدكتور جمال، بس معلش، هو انت مش قلت ان انت عندك استعداد، عندك احتياطي الاحتياطي؟ هو انتوا مش قلتوا ان الاقتصاد بتاعنا قوي ولولا الاقتصاد بتاعنا ما كناش واجهنا كورونا؟ هو انتوا مش رحتوا بعتوا للصين مساعدات، وبعتوا لايطاليا وبعتوا لامريكا مساعدات؟ لما انت حضرتك بتشبرق على خلق الله جاي لي على الموظف، هتخصم ليه من الجهاز الإداري 1% على الشامل كمان الأساسي والثابت والشامل، يعني على كله يخصم 1% لمدة 12 شهر ليه؟ مش انت بعت، يعني انت مش بعت مساعدات أمريكا؟ مش عملت نفسك أغنى من ترامب ورحت بعت له مساعدات؟ يا جماعة الراجل ده بيهرج، والله العظيم السيسي بيهرج، ورب العزة السيسي ما عنده دماغ ولا اللي حواليه حتى. يعني واحد قاعد يبعت ويقول لك عندنا احتياطي الاحتياطي، والجيش بيقول لك احنا جاهزين لكل السيناريوهات والدوله جاهزه، وبتاخده من اللي بتحجروا عليه، بتاخده منه في 14 يوم 750 جنيه في اليوم، ده غير تذكره الطياره، ده اذا كان قاعد مع مزدوج مع ناس في غرفه مزدوجه، و1500 قاعد لوحده، ويدفع كاش قبل ما يتحرك، ورميته ملايين بره، تمام، وبتتاجروا في خلق الله. جاي دلوقتي الموظفين تاخد منهم 1% عشان مواجهة آثار كورونا؟ أنا جدعان بجد، بجد كتير عليا قوي، بس بصراحة في ناس تستاهل. أنا الناس